نروح لزميلنا محمد الديك يقول لنا بقى ايه الصحافه قالت ايه على نتيجه مباراه اليوم. كابتن ايمن، ورحب بكابتن ماهر وكابتن شريف وكابتن عادل وكابتن اسامه. الصحافه بتتكلم عن جوله الحكم في الاياب والفوز المقلق بالنسبه لجنوب افريقيا، صن داونز الجنوب افريقي. الماتش زي ما حضرتك قلت لك واتفقنا من اول بدايه الاستوديو ان الماتش على شوطين، شوط اول في صن داونز والشوط الثاني في القاهره. وزي ما حضرتكم اتكلمتوا ان مستر كولر اعتقد ان هو قسم الماتش على جزئيتين، جزء هناك في صن داونز وان شاء الله يكون الحسم ان شاء الله في القاهره. هنبدا الاول من موقع بوابه الشروق، بتقول الدوري الافريقي الاهلي يخسر من صن داونز بهدف في بريتوريا. كان برضه يعني التركيز كله على اللقطه اللي هي فكره الهدف وعدم التمركز الدفاعي اللي حضرتكم اتكلمتوا عليه، والقصه كلها ان الفريقه الخضة اللي كانت موجوده عند جماهير النادي الاهلي بفرقه صن داونز مش اللي هو الفريق اللي يخوض في مباراه الاياب. ولولا سوء توفيق كان النهارده شويه وطريقه اللعب شويه زي ما حضرتك كلمته، كان الاهلي ممكن يرجع بنتيجه افضل من النتيجه اللي هي كانت النهارده. اليوم السابع بيقول الاهلي يخسر بهدف من صن داونز وينتظر تذكره الحسم في القاهره. ان شاء الله يكون ماتش القاهره ان شاء الله فرصه قويه ان الاهلي يقدم المستوى اللي مرجو منه ويكون بنسبة يعني بمثابة 90 دقيقة لنهائي، وتبقى السنة دي إن شاء الله كده خدنا بطولتين إن شاء الله. موقع كرة بلس بيتكلم على إيه اللي يحتاجه الأهلي لتخطي صن داونز، هو بيتكلم على فرص النادي الأهلي في الماتش اللي جاي. بيقول إن النادي الأهلي محتاج إن هو يكسب بفرق هدفين. طب لو لا قدر الله مثلا صن داونز جاب فينا جون، هنلعب ضربات جزاء مباشرة. لو صن داونز جاب هنا جون هنلعب ركلات الجزاء. لو صن داونز ده في حال الاهلي، لو الاهلي قصدي لو الاهلي جاب جون لو الاهلي جاب جون معلش سوري بتروح ركلات الجزاء مباشره. مظبوط، هنلعب ضربات الجزاء اللي هو نص اللائحه بيقول ان هو قبل النهائي ربع النهائي بيبقى في على طول ضربات جزاء. الحاجه الثالثه لو الاهلي دخل فيه جون هيضطر ان هو يجيب جونين. فرق ثلاثة. بالظبط، يبقى جول يبقى كده يحط ثلاثة. بالظبط، لو لا قدر الله التعادل بأي نتيجة صن داونز هيتأهل مباشرة للماتش النهائي. كسبان واحد. صحيح. صحافة جنوب أفريقيا اتكلمت بواقعية واحترام شديد وكأن الماتش 0-0. قالوا إن نتيجة 1-0 دي نتيجة مقلقة بالنسبة لنا. والمدرب نفسه قال إن إحنا مش هنحتفل بعد الماتش وقدمنا نتيجة كويسة، بس النادي الاهلي في ملعبه غير مامون العواقب. برضه الحاجه الثانيه اللي ركز عليها تصريحات الصحافه في جنوب افريقيا فكره الملعب بتاع القاهره، زي ما الكابتن ماهر قال ان انا معايا جمهوري والملعب نفسه مسمينه ملعب الرعب، يعني هم نفسهم بيتكلموا فكره ان النادي الاهلي في ملعبه بيبقى حاجه ثانيه وبيتحول لشكل ثاني حتى لو كان خسران بره ملعبه، ودي شفناها كمان في النتائج السابقه اللي بينه وبين صن داونز تحديدا في البطولات في المواسم اللي فاتت قبل كده. الموقع نيوز 24 اتكلم على فكره ان صن داونز لو لعب على التعادل هيبقى بمثابه انتحار بالنسبه له. فكره ان هو يجي قدام النادي الاهلي يغامر مثلا فكره ان هو يلعب دفاع او يحافظ مثلا على الهدف اللي جه فيه هتبقى بالنسبه له انتحار. وده برضه زي ما اتكلم ايوه حضرتك كلمته ان النادي الاهلي سيظل مرعب وسيد الارقام في افريقيا بعيدا عن اي نتيجه بره ملعبه. اعتقد ان كولر النهارده زي ما حضرتك اتفضلت واتكرمته كان مقسم النتيجه او بيلعب بالاوراق الموجوده تحت ايديه في ظل الغيابات اللي موجوده والحاجات على اللي شوطين. بالظبط كده يا كابتن. صحيح، وان شاء الله كده ربنا يسهل ان شاء الله في الماتش الاياب زي ما حضرتك اتكلمتوا بالجمهور واداره النادي الاهلي تحصل على موافقات من الجهه الامنيه ويكون الجمهور بالسعه الكامله في الاستاد. وده اللي شفناه النهارده يا كابتن ايمن وحضراتكم شفتوه في الماتش، الجمهور النهارده كان عامل ازاي مع فرقه صن داونز خاصة في الشوط الثاني لما تحولوا وكان بيلعبوا بشكل يعني صعب جدا في ظل الحماسه اللي كانت موجوده مع الجمهور. صحيح، عايزين الشكل ده يا كابتن ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا يا محمد، تشرفتنا.